قوة المال والسلاح. أنا كبير له البيت. تفسر منامي وأنا تعزرين مبدأ. عجيان. تحكم الغني قبل الفقير. بنرجع لمصلحتنا الأساسية. خلصت مهلتنا لك الآن. إذا بتقرب على عيلتي يا أبو كرمو لأحرق الأخضر واليابس. خلص نحن ما ضل شيء بيجمعنا. باركولي أنا اتطلقت. لك هلال جابنا تحت الأرض. سلم على حبايبك. عندي حل مشكلة التوزيع تبعك. اللي بسمع عنه أو بلمعه واقف على حاوي أو عم ينبش كيس زبالي بيكون عم ينبش قبره بإيده. وصراع المصالح يكسر ظهر الفقير أولا. هدول الناس ما بيمزح معهم. أسهل معاليهم يخفوك تحت سابع أرض. شمس بن وازيمي من عائلات الشام الكبيرة. أنا حاسة إنه هالشغلة مو شغلتك. ساكني هون. جاير علي الزمان شوي هاليومين. لك ابن الحرام أنا عامله مثل أخي وبيت سري على أساس. بيقوم بيركب لي قرونه بأختي. معقول؟ اطلع على الكرسي وحط الحبل برقبتك. اطلع. فاشوفك فيني أبي. ابنك صار مشرك. أنت اللي قتلت أمي. ولك أنا ظن ما بقبل تصني فيني، فهمتي؟ حطيت أخوك ابن أمك وأبوك 4 سنين بالسجن. وأبو كرمة وصاني إذا ما نفذت سطحة بجوي. عذرني على اللي بده يطلع مني. بس هلأ إنه هيك فوت على المجلس برجلي؟ بعد عن أختي أنت أبو كرمة. عم بحس حالي بالبيت خالي مرت أب. السنة اللي بقياني اللي بالسجن انت بدك تشيلها عني. السلطة شغلة عظيمة بس بلا مال تسوى فلس مصدر. بدك تتركنا؟ حاولت احميكم يا هند وما قدرت. والله ما راح يشفي غير راسك. والله اللي اسمه والله. ولك يلا عطسي شو الأطلع. والمصيبة إنه عهر الكرة الأرضية كلها عم يتمارس هون بهالمنطقة ومو ناوي يحل عنها. على صفيح ساخن يومياً على قناة الرشيد الفضائية.